السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام، عدنا لكم بهذا الفيديو الجديد من قناتنا. في هذا المقطع أعزائي الكرام سوف نقوم بأنبوكسنج للجيرسيز التي توصلت بها من موقع جو جول شوب، ولكن قبل إكمالكم للمقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا استخدام الكود المتواجد على الشاشة للاستفادة من تخفيض بقيمة 10%. وهنا أيضا نجد البعض من التعليمات للحفاظ على جودة القمصان. وكما ترون أعزائي الكرام لقد قمت بطلب قميص برشلونة وأيضا قميص الأنتر ميلان. في المقطع السابق أعزائي الكرام قمنا بتفحص قميص أنتر ميلان، وفي المقطع الحالي سوف نقوم برؤية قميص برشلونة الخاص بموسم 2008-2009. سوف تجدون رابط الفيديو الخاص بقميص أنتر ميلان في الوصف. كما ترون يأتي القميص بنسخة اللاعب، نجد أن الشعار عبارة عن خيوط مطروزة، والمكان الذي قامت برشلونة باللعب النهائي فيه نهائي دوري أبطال أوروبا طبعا، ونجد الراعي الرسمي للقميص وهو اليونيسيف سابقا، والبعض من التفاصيل الأخرى. طبعا لدينا أيضا هذه الشعارات كما يأتي بباتش دوري أبطال أوروبا. وكي لا أطيل عليكم يا أعزائي الكرام أترككم مع باقي التفاصيل.